Nice. حط راح زيها خمس حط راح بس عيب ربيت عالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة فيروس كلاب الكار. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل المربين وحبين الكلاب، وهو موضوع بعض الأمراض أو بعض المشاكل الناقلة من الكلب بتاعك إلى الإنسان أو لينا. هل في أمراض أو مشاكل بتصيب أمراض الكلاب أو مشاكل بتصيب الكلاب؟ هل الأمراض دي أو المشاكل دي هل ممكن تنتقل المشكلة دي أو العدوى دي أو المرض ده لينا إحنا كبشر أو كإنسان؟ أيوه فعلا بالطبع في بعض الأمراض وبعض المشاكل بتحصل الكلب اوتوماتيك هتسبب عدوى ليه. طب هل الموضوع ده بيأثر بالسلب على صحة الإنسان؟ هو ما بيأثرش بالسلب على صحة الإنسان، لأن طبعا مناعة الإنسان بالنسبة للمشكلة أو المرض هو مش مرض اللي هو يؤدي إلى الموت، إلا حاجة واحدة بس اللي هو مرض السعار. لو الكلب بتاعك جاب مرض السعار وأنت لمست الكلب بتاعك عن طريق اللعاب بتاعه أو هو لمسك وانت ما خدتش التحصين زي ما قلنا قبل كده في حاله السعار، تاكد ان انت كده هيأدي بيه الحياه الى الموت. والكلب نفس النظام برضه، لو ما خدش المصل بتاعه والتطعيم بتاعه والكلام ده كله وجاله مرض السعار وانت ما لحقتوش برضه هيأدي الى الموت. طب ايه يا ابو مصطفى الامراض والمشاكل اللي هي الناقله من الكلب الى الانسان او العدوى الفيروسيه او البكتيريه؟ هي تعتبر عدوات يعني فيروسيه وبكتيريه. ما بتسماش كامراض او مشكله، يعني هي كعدوات، يعني هي كعدوى ناقله، يعني بالمعنى عدوى بتنتقل من الكلب اللي هي المصاب او الكلب المصاب بالعدوى دي، بينتقل العدوى دي اوتوماتيك للانسان. اول عدوى هي عدوى الديدان. لو الكلب بتاعك عنده ديدان، لاحظ او عشان تبقى فاهم، الديدان كمان عدوى بكتيريه بتنتقل للكلاب ببعضيها. بمعنى لو الكلب بتاعك عنده، لو انت عندك قطيع من الكلاب زي كده مثلا، انا عندي الحمد لله تلات انواع كلاب او تلات كلاب، لو الكلب منهم واحد بس عنده ديدان والكلبين التانيين ما عندهمش ديدان، الكلب اللي عنده ديدان ده هينقل عدوى الديدان للكلاب التانيه عن طريق التلامس او الهزار مع بعضنا او عامه يعني عن طريق التلامس. تمام؟ ده بالنسبه للكلاب بعضيها في عدوى البكتيريا او العدوى اللي هي عدوى الديدان. طب بالنسبه للانسان، لو الكلب بتاعي عنده ديدان هينقل لي العدوى في حاله واحده. لو انا هزرت معاه وحطيت ايدي في بقه زي كده، لو اللعاب بتاعه لمس جسمي لمس ايدي في ايدي اوتوماتيك هينقل لك العدوى. طيب لو الكلب بتاعي عنده عدوى اللي هي البكتيريا برضه اللي هي الاميبا، مش الانيميا، الاميبا. الاميبا دي يا باشا بتنتقل لحاجه بعد كده اسمها البابيزيا. برضه بتنتقل العدوى بالكلاب ببعضيها وبتنتقل برضه عن طريق التلامس باللعاب، وبتنتقل عن طريق حضرتك برضه من الكلب ليك عن طريق التلامس باللعاب. طيب لو كلب عنده ديدان او الاميبا او البابيزيا، هل لو انا لمست الكلب من فوق كده هل هجيب اميبا او البابيزيا او الديدان؟ لا، عن طريق اللعاب. طيب ايه تاني مشكله تانيه؟ المشكله التانيه اللي هي حساسيه عن مشكله الفطريات، الفطريات والجرم. المشكله دي بتبقى مشكله فيروسيه، تمام، بتنتقل عن طريق الكلاب، برضه بتنتقل عن طريق الكلاب ببعضيها. نفس النظام برضه نفس المشكلة عن طريق، بس هنا بالنسبة عن طريق الجرب والفطريات عن طريق تلامس الجلد المصاب، المكان المصاب. يعني لو لمست الكلب بتاعي وعنده هنا فطريات فوق ودانه أو فوق دماغه أو في جلد جسمه أو في أي حتة، والفطريات دي أو الجرب ده أنا حسست عليه أو أنا مسكت الفطريات دي أو الجرب ده قبل ما يتعالج، اوتوماتيك برضه المشكلة هتتنقل لي. بس هنا يعني المشكلة لما تتنقل لك ما بتعملش مشكلة أكبر، يعني ما بتعملكش مثلا مشكلة كبيرة اللي هي هتدي بيت الحياة، لا، هي مشكلة بكتيرية أو فيروسية هتاخد علاجها وهتعدي، إنما مش تبقى لما
خدش علاجها مع الوقت هتعدي، فهمتني؟ ولو مناعتك قوية أو مناعة الإنسان هنا قوية ولمس الفطريات دي أو الجرح ده مش هتتنقل لك إلا نسبة قليلة. طيب الكلب بتاع عنده نسبة عالية من الفطريات أو الجرح أو الفيروس المشاكل الفيروسية دي، هل لما تيجي تتنقل تتنقل بنفس النسبة؟ يعني لو الكلب بتاعي عنده مشكلة فطريات مزمنة أو جرح مزمن، هل المشكلة المزمنة دي لما تيجي تتنقل للكلب بتاعي هل بتبقى نفس المشكلة المزمنة اللي بتتنقل؟ أقول لك لا، لأن أنت مناعتك هنا هو مناعة الكلب يعني حسابك بتبقى أقوى من الإنسان، مناعة الكلب كحياة حياة مناعية هنا بتبقى أقوى بكتير جدا بمراحل المراحل الإنسان. بس لما بيتنقل لك العدوى الفيروسيه او البكتيريه دي بتتنقل لك بنسبه قليله جدا، يعني بتتنقل مثلا بنسبه 5% يعني بتبقى نسبه قليله بس اسمها عدوى متنقله للانسان، يعني بيتصاب بيها الانسان. فانت لازم تراعي الموضوع ده ولازم تراعي الحاجات دي، وخاصه وانت بتربي كلاب في الشقق، فهمتني؟ لازم لو عندك اولاد صغيره لسه مثلا ولا حاجه ما تخليش لو الكلب بتاعك مصاب بعدوى الديدان، اوتوماتيك هينقل لك عدوى الديدان للاطفال، ما دام اتنقل للاطفال لو انت عندك طفل ولا اثنين وثلاثه، ما دام طفل برضه نفس النظام اتعالج بعدوى الديدان يبقى لازم تعالج البيت كله، سواء حضرتك او المدام او الاولاد كلهم لازم تعالجهم بجرعه الديدان كانها برضه للكلاب، لان برضه الكلاب لما تصاب بمشكله الديدان او بعدوى الديدان لازم تعالج. لما تيجي تعالج حتى هنا في خطا بعض مربي الكلاب ما بيجي يخطا فيه، لو هو لسه شاري كلب او لو عنده كلب مثلا هو عنده ديدان، شايف اللي عنده ديدان وباقي الكلاب ما عندوش بيجي يديله هو بس، طبعا ده خطا كبير جدا، لازم تدي لمجموعه الكلاب الثانيه جرعه الديدان علشان ما تعملش العدوى زي ما قلت لك، لان ده سهل التنقل العدوى اللي هي عدوى الديدان. انما هو مش مرض مؤذي للحياه بالنسبه للانسان، لا هو بس للاسف هو بيعمل عدوات، بيعمل عدوى فيروسيه والعدوى البكتيريه، انما هي مش مؤذيه للموت او لحياه الانسان الا مرض واحد بس هو مرض السعار، ده اللي بيؤذي للانسان، بيؤذي للانسان الى الموت لو انت ما اتصرفتش بسرعه. لو انت لسه اول مره تشوفني خش في الفيديوهات القديمه هتستفاد بيها كتير جدا، وهتستفاد بموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه مرض السعار، وهسيبه لك في الايه؟ في الوصف، هسيب لك اللينك بتاعه في الفيديو ان شاء الله. تمام؟ دي المشاكل اللي هي بتقابل الكلاب معديه للانسان. يا ريت تكون المعلومه وصلتك، ويا ريت تكون المعلومه وافادتك. تحت امرك في اي وقت، عوزت اي حاجه تحت امرك في اي وقت، رقم التليفون 010-2241-7513، او اكتب لي في التعليقات، ويشرفني تعليقاتكم جميله جدا، ومتشكر جدا ليكم، ومتشكر لجميع رواد مصر والوطن العربي. وعاوزين نتقدم اكتر واكتر في التربيه، وعايزين ننشر الوعي، وتحت امركم في اي وقت، لو عوزت اي حاجه تحت امركم في اي وقت. تحياتي لجميعكم، نشكر شرف مع القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.